الأمور شنو؟ في مواضعها. وعندما نقرأ تاريخ مراجعنا الأعلام ما وجدنا مرجعية صامتة. هذا التصنيف تصنيف ظالم للمرجعية، ما عندنا مرجعية صامتة، ما وجدنا مرجعية صامتة ولا وجدنا مرجعية نائمة ولا وجدنا مرجعية متخلفة. وجدنا مراجعنا الذين اختارتهم الحوزة العلمية لتحمل هذه الأمانة أكفاء في الناحية العلمية، مظاهر للتقوى والورع، حكماء في وضع الأمور في مواضعها واختيار المواقف بحسب ظروفها. الميرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين في العراق خطط للثورة وأعلن الثورة في الظرف المناسب لها. قبل الميرزا طبعا أكو ناس قالوا قوموا ثوروا، سو كان ساكت إلى أن جاء الظرف المناسب. هو المرجع طبعا، مو المرجع ما يستشير، أكو ناس فكر أنه المرجع ما يستشير، لا هذا اشتباه. مراجعنا كلهم يستشيرون، يستشيرون أهل العقل، أهل الحصافة، أهل الفهم. سيد الثاني عنده مستشارين يرجع إليهم، يستشيرهم، يستنير بآرائهم. المرجع مو دكتاتور، مو مستبد برأيه. جميع مراجعنا يمشون على طريق الاستشارة وأخذ الرأي من أهل الرأي. زين، ميرزا الشيرازي قبل ما هو يعلن الثورة كثير ناس أعلن الثورة، كل واحد كيفه، بس ما استجاب الشعب لهم. هو لأنه زعيم محنك حكيم، عندما رأى الظرف المناسب لإعلان الثورة أعلنها، فقام العراق معه في ذلك الظرف العصيب. الإمام الخميني قدس سره متى أعلن الثورة؟ ربما قبله علماء أعلنوا، ربما بعده علماء أعلنوا، لكنه اختار الظرف المناسب للموقف المناسب. وهكذا سيدنا الخوئي قدس سره الذي اتهم بالرجعية والتخلف والصمت وأنه مرجعية صامتة وليست ناطقة، عندما تهيأ الشعب العراقي في الانتفاضة الشعبانية تحمل المسؤولية وقام بالأمانة وباشر الأمور وصار بيته هو محل التدريب والأسلحة والأخذ والرد، وضع الأمر في موضعه. وهكذا علماؤنا الأبرار، السيد الشهيد السيد محمد باقر الصاد، السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره، وهكذا علماؤنا الأبرار. ومن هؤلاء العلماء الأبرار أكفاء الأتقياء الحكماء السيد الأستاذ دام ظله السيد السيستاني، برهن بحكمته على مدى هذه السنين، مدى حنكته ومدى فهمه ومدى وفور علمه، وأنه يضع الأمور في مواضعها. فهو من جهة يصرح السنة ليسوا إخواننا بل هم أنفسنا، نحن ندافع عنهم، نحن نضحي في سبيلهم، نحن نمنحهم ما يريدون وفوق ما يريدون. ولكنه من جهة أخرى يقول بأن الإرهابيين الذين يهددون الحياة، يهددون العتبات المقدسة، يهددون وحدة المجتمع، يهددون رسوخ الكيان الإسلامي، لابد من مواجهتهم في سبيل حفظ المجتمع الإسلامي عن الفتنة والفرقة، في سبيل حفظ العتبات المقدسة، في سبيل حفظ وحدة الكلمة، في سبيل حفظ الأعراض والأموال والأنفس والكرامات والحرمات. إذن لا تناقض بين الموقفين. هو من جهة يؤكد ويبقى يؤكد
أنه لا فرق بين أبناء المذاهب الإسلامية، كلهم سواء، كلهم يظلهم الإسلام بظله الوارف. ومن جهة أخرى أن الفئة، هناك فئة معينة واضحة لدى كل المسلمين مهما حاول بعض وسائل الإعلام أن يلف ويدور، هناك فئة معينة معروفة لدى كل المسلمين، هذه الفئة لا تمثل السنة ولا تمثل الشيعة ولا تمثل الإسلام ولا تمثل أي ملة أخرى، هذه الفئة المعينة هي التي رآها السيد السيستاني دام ظله فئة خطيرة على وحدة المجتمع الإسلامي وعلى ترابط الكيان الإسلامي، فقال بأن هذه الفئة لا بد من مواجهتها. إذن المرجعية الشيعية مظهر للأمانة في مختلف أدوارها، في دور الفتوى، في دور القضاء، في دور الولاية، هي مظهر للأمانة، وهي مصداق جميل لتحمل الأمانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مراجعنا الأعلى، وأن يديم ظلهم الوارف، وأن